اليوم هذا المهرجان لاختتام فعالية حملة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والتي تبنى فيها الحزب مجموعة من القضايا الرئيسية والمهمة في حياة المسلمين، مثل قضية المسجد الأقصى تحت عنوان فكوا العاني، بمعنى أي فكوا الأسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتبنت هذه الحملة أيضا مأساة المسلمين في بورما، وتبنت أيضا مأساة المسلمين في إفريقيا الوسطى، كما تبنت مأساة المسلمين في تترستان. وجاءت هذه الحملة لتبين للأمة المسلمة أن جميع قضايا الأمة المسلمة هي قضية واحدة.